الإعلامية الإماراتية ماهر عبد العزيز، أهلا وسهلا فيك عبر الجديد. اليوم نحن موجودين بكواليس جلسة تصوير، خبرينا أكثر عن تفاصيل هذه الجلسة وشو الجديد اللي حتقدمي من خلالها، من خلال اللوكات، الأزياء، الستايل اللي حتعتمدي. اولا هي اول زياره لي للبنان من بعد حوالي سنه وشهرين. اخر مره كنت موجوده اضطريت امشي وقف تصوير برنامجي بسبب جائحه كورونا، فانا اولا كثير سعيده انه رجعت على بيروت، والكل بيعرف محبتي لهالبلد ولشعبها والاعلاميين اللي فيها، دائما بيغمروني بمحبتهم ولطفهم ومتابعتهم. حبينا نعمل هيك نيو، يعني زي نيو لوك للصيف، بلس من خلاله نتكلم عن انطلاقة الموسم الثالث لمسلسل المنصة. يضيع في التفاصيل، لو ما قدرناش ناخد. بما انك ذكرتي فيروس كورونا والازمه اللي مرينا فيها، كل العالم مر فيها بسبب ازمه كورونا، هلا شوي بلشت الحياه ترجع لطبيعتها. بالبرنامج اللي قدمتيه خلال شهر رمضان على صفحتك على الانستغرام، خصصتي جزء من هيدا البروجرام كرمال تحكي عن الصحه النفسيه للمشاهير اللي استضفتيهم. هلا اذا انا بدي احط حالي محلك وبدي اقول لك انه انت هيدي التجربه، تجربه ازمه فيروس كورونا، شو تركت فيك اثر نفسي وكيف قدرت تتخطيها؟ أمانة في بداية الأزمة أنا استمتعت بوجودي مع أسرتي، لأنه أنا في فترة من الفترات خلال آخر سنتين يمكن كتير كنت سافر، كنت أقضي أغلب وقتي في بيروت، حتى كنا نمزح أنا وزوجي قال له مين اللبناني، أنا أو أنت، هو عايش بدبي وأنا صرت شبه عايشة بلبنان، فكان فرصة حلوة أنه أقعد مع عائلتي واستخدم هيدا الوقت للاستمتاع مع الأسرة. بس صراحة بعدين لما بسبب اللخبطة وبسبب أنه صرنا نسمع أكتر وأكتر أنه كل واحد من محيطه، كان في الأول أنه يمكن حد ما بيعرفه انصاب بكورونا، بعدين صار في محيطنا، مريت بكتير مشاعر أكيد من بينها الاكتئاب، بس الحمد لله ما خلت نفسي يعني أنغمس في الاكتئاب الحاد، ورجعنا حاولنا نرجع لحياتنا الطبيعية من خلال الشغل الأسرة، وصرنا كلنا ندعم بعض. ذكرتي انه هيدي جلسة التصوير حتكون تمهيد للجزء الثالث من مسلسل المنصة، اول شيء خبرينا هيك بشكل مختصر عن دورك بالجزء الثالث، وبخصوص التمثيل شو في شخصية اذا بدك تكفي بهيدا المجال، شو في شخصية انت حابة تقدميها وشخصية مستحيل انك تقدميها؟ اوكي، بداية على شخصية شيخة بترجع في الجزء الثالث من مسلسل المنصة، بترجع بشكل مختلف، بشكل أكثر نضجاً، خاصة حتى المنصة كشكل تختلف تماماً، يعني بتصير very futuristic. علاقتها مع عبد المح، شخصية عبد المحسن النمر في المسلسل كمان بيكون يعني بتحسه يعني في بيننا هيدا اللي هو أنه الإعجاب، بس اللي هو مش معروف لوين رايح. المسلسل بيواكب جائحة كورونا، فهو ماشي مع الأحداث اللي احنا بنمر فيها، فرح يكون للمشاهد يعني واقعي أكتر. بخصوص الشخصيات اللي حابة أمثلها، أنا كتير بحب البيوغرافي، يعني السيرة الذاتية، يعني بحب أقدم مثلا دور فاتن حمامة مثلا أو سعاد حسني، أنا بحب هاي الأدوار اللي هي مبنية على قصص حقيقية. شخصية مستحيل أعملها، مستعدة أعمل كل الأدوار، حابة أسلخ نفسي من مهيرة، حابة عن جد أدخل في مجال التمثيل يعني بالطريقة الصحيحة، أنه أعمل شخصيات أبداً ما بتشبهني، الشريرة، المجنونة، هلأ أنا فيني لسعة جنون بس أنه يعني كومبليتلي مجنونة مش غلط. بالنسبة للنجوم اللبنانية والعرب اللي عم يحصلوا على الإقامة الذهبية بالإمارات، أول شيء شو تعليقك على خطوة الدولة الإماراتية بهذا المجال؟ وإذا بدك تعطيني اسم ممثل لبناني أو ممثلة تتمني أنه تحصل على الإقامة الذهبية، مين بتكون؟ أولاً طبعاً حكومة الإمارات معروفة من زمان أنه هي يعني هي بتجمع العرب، هي دبي أو الإمارات بشكل عام هي حاضنة لكل المواهب العربية، حاضنة لكل الشعوب العربية، وما في حدا بيجي على دبي ما بيحس إنها بيته الثاني، فأكيد هي خطوة رائعة، خاصة في ظل إنه الظروف اللي عم تمر بها باقي الدول العربية، إنه دبي فتحت أبوابها لتحتضن كل هالناس.
فبالعكس أنا بشوفها خطوة رائعة من حكومة الإمارات، ودايما يعني الشيخ محمد بيدهشنا بقراراته اللي هي دايما بتكون سابقة لعصرة. بصراحة كل النجوم بيستاهلوا أنه الإقامة الذهبية. أنا أعتقد يعني الكل تقريبا حصل عليها، ما مش عطينا فرصة يعني. اليوم سمعت حتى نادين نجم حصلت عليها، أكيد سيرين عبد النور يمكن حصلت، يمكن راح تحصل عليها، حصلت عليها. أنا يعني هن مسبقيني صراحة، بعتقد الكل حصل عليها، نجوى كرم، عاصي حلاني، راغب علامه، فما عاد في أسماء يعني. لاحظنا على حسابك على تويتر أنت قدت كثرة التدخين بمسلسلات رمضان الموسم اللي مرق، فكنت قصدة مسلسل محدد؟ صراحة لا، أنا قصدي كل المسلسلات، لأنه لاحظت أنه فعلا عامل مشترك بين كل المسلسلات المصرية أو العربية أنه موضوع التدخين متكرر، وحسيته كتير أوفر يعني. ما في مشهد ما فيه مشهد تدخين يعني، وصار الرجال والنساء، فبحس أنه يمكن هاي مسج مش كتير حلوة أنه لهالدرجة تكون جزء من كل الشخصيات يعني، كأنه هو الشخص العربي بكل الأزمنة وبكل الأماكن وبكل الدول مدخن يعني. إذا بدي أعطيك ثلاث أسماء نجمات لبنانيات، ومن كل نجمة تسمي لي صفة ممكن أنت تاخديها منها. أوكي، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجام. جمال روحه. الفنانة اللبنانية إليسا. وذكاء الحاد. والفنانة اللبنانية نانسي عجرم. براءتها. شكرا كثير لحضرتك.